Bonjour tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, mes chers amis. Qui dirtu, qui dir sahiha, qui dir le moral, qui dirtu ma les préparatifs du Ramadan. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques articles que j'ai achetés pour la cuisine. Ou mena tenbrin sou les filles, les chers amis, je connais les filles de l'oulet de la cuisine, de la main de la cuisine. الوغ انا تنبقى نشري الحاجه كتكون عندي متنيه ومتلته، يعني تلقاي عندي الطاسه وخت الطاسه، الكاس وخو الكاس، الطنجره وخت ما عرفتش. وما شاء الله دابا لي سوسيتي اللي كيديروا هادشي ديال اليوتنسلز و هادشي ديال الماء عند الكوزينه ولي غاتشيت وال كلشي كيخرج، يعني ميم با كدوزي اون سيمين كتمشي لو ميم ماغازان كتلقاي بانهم خرجوا مثلا باغ اكزومبل معلقات كويسات ديال اتاي دي سوبيير ميم حتى لي سالاد ديال غير هذوك البانيوات اللي كديري فيهم سالاد ولا تتغسلي فيهم تقدي فيهم شي حاجه، يعني هذوك كلشي كتلقايه جديد فكتحير العين، يعني ما تقدريش تشري كلشي وتخزني عندك في لا كويزين. من هنا يعني هنا فين خصك يجي شويه ديال الضبط ديال النفس، باسكو الا تبعتيها راه كتبقاي والو، تبقاي غير تابعه للمشره. دونك ما خديتش بزاف دي تروك. ومن هنا بيان سور وجدت واحد اون طاس د كافي، من هنا غادي يبان لكم لونو ديال لو ماغازان منين تقديت. خديتهم من تساهيل، تساهيل عنده دو برونش، وحده هنايا في دابوق هي اللي قريبه لينا، قريبه للدار. دابوق بالضبط فين كاين لو ماغازان اون فاس مع شركه المواصفات والمقاييس، يعني سور لو كوان بالضبط. هل شركه مؤسسه المقاييس والمواصفات كتجي في لوتر كوتي، والماغازان مقابل منها. الفرع الثاني كاين في مرج الحمام، دونك هذاك بعيد عليا ما عندي لاش نمشي ليه، هذا قريب فهو اللي كنتقدم منه. بيان سور لي زارتيكل اللي كيجي بتساهيل هما كيكونوا بالضبط نفس يعني لو موديل، وميم حتى لا بيريود، يعني الوقت فاش كتدخل تساهيل شي سيري جديده ديال كاسات شاي التركيه اولا العاديه اللي كيتشربوا هنا، اولا دوك فناجين القهوه ديال القهوه السعوديه، اي موديل في الماعن كيدخلوا تساهيل كيجيبوه مخازن عابدين. دونك مخازن عابدين صراحه ما تمشيش لي، علاش؟ باسكو خصني نرجع للور. تساهيل جال تحت، يعني ملي تنخرج من الدار كتجيني ليه المشيه فاسيل، وهو جا في الطريق لبغيت ننزل لعمان. بالنسبه للمخازن عابدين خصني نرجع للور بحال نازله للسلط، يعني بحال نازله للسلط القديمه. دونك فانا جو بريفير انني يعني انا ديما تنفش، يعني عندي بزاف كيكون عندي بزاف لي رونديفو نزلات لعمان، فهذا كيجيني يعني بلو كونفينيون انني نتقدم منه. مي هما راهم بحال سوف كو مخازن عابدين كيكونوا ناقصين ديك مثلا 10 قروش، بعد مرات حتى لربع دينار، مي بغيف ما كنقول يعني ما زيده والو ديك 10 قروش ولا ربع دينار، فا جو بريفير انني نتقدم لي من المغازن اللي هو في طريقي. دونك فوالا ما غاديش نطول عليكم، لي دي زارتيكل اللي ديجا حليتهم غادي نوريكم شنو خديت بالضبط، سو ستي تيوند. دونك اول حاجه غنبدا بالمهرز، حنا في المغرب كنقولوا ليه المهرز، هنا في الاردن كيقولوا ليه الهاون. كاينين يعني كاينين بعض الاسماء اللي كيختلفوا على حسب المناطق، باسكو هنا الاردن مخلطين، ماشي الساكنه كلها اردنيين اصليين، كاينين فلسطينيين يقولوا لهم فلسطينيه. وحتى ميم يعني الارادنا ولا الاردنيين من دي ريجيون ديفيرونت كيقولوا كيسميو شي اشياء بمسميات مختلفه، بحال لا ميم شوز او ماروك. جو بونس جاتني الاضاءه هنا شويه ما اوكي بحال هكا. اوكي اول واحد خديت هذا من الخشب، كيقولوا ليه خشب الصنوبر. هما هنا مثلا هنا في لو ماغازان كاتبين مدق، يعني يا هاون يا مدق، من مدق يعني كدقي شي حاجه. دونك هذا خديته بثلاثة دينار، دونك يجي كوم سا صراحه ملس، يعني لا
دقيتي فيه نتوما. انا اون فيت عندي واحد، انا غنوريه لكم. هذا هو اللي عندي انا كنستعملو، هذا كان شاريه راجلي ملي جيت لقيتو عنده، حتى هو الى دور هادشي اللي هو اورغانيك وتقليدي. دونك هذا حتى هو من نفس الخشب، غير هذا شويه بحال كيبان لك طبيعي ما ملسينوش، هذا ملس. دابا مثلا هذا انا راجلي كيستعملو الابزار، الفلفل الاسود، كيبغي بعض المرات يدب الفلفل الاسود او لا القزبر. يا دي تروك لي تيبغيهم يكونوا فريش فري، كيديرهم في سيزونمون ديال الماكله ولا لي سالاد ولا شو سي با. المهم هذا، فانا قلت بما اننا كنحتاجوه لبزاف د الحوايج اللي كنبغيو ندبكو ولا نطحنو، هذا غنخليه البهارات، مثلا الفلفل الاسود، القزبر. هذا غادي نخليه للمكسرات، باسكو كنحتاج بعض المرات المكسرات في الحلويات ديالهم ما كتبغيهاش مطحونه مزيان، يعني تكون مطحونه ناعمه في المولينكس، فكتبغي بحال تهرمشيها. واخا عندي المبشره ديال المولينكس اللي كيقولوا ليها مبشره، يعني كتجي المطحنه ديال الكاس اللي كطحني فيه التوابل اولا القهوه، كيطحنهم مزيان كيخليهم تخيف فين. وكاينه المبشره اللي كتهرمش، مي جاتني صراحه حتى هي لا ميم شوز، يعني لبقيتي باركه على الموتور كطحنهم لك مزيان. فانا قلت غناخد هاون اولا مهراز اولا مدق كما بغينا نسميوه، نخليه للمكسرات. بعض المرات كنبغي ندق الكاشيو اولا البيستاش ونخليه غير مهرمش. دونك فوالا هذا نخليه للمكسرات. وخديت واحد اخر، هذا ماشي بلاستيك، هذا كيقولوا ليه هنايا البروبولين، هذا خديته بدينارين، هو هاون ثوم غرانيت، يعني فيه الموتيف ديال الغرانيت الرخام، مي هو ماشي رخام وماشي غرانيت وماشي بلاستيك. دونك هذا قلت غادي نخليه بما انه ماشي خشب، نخليه للثومه، حيت حنا بعض المرات كنبغيو الثومه مثلا في الحشوه ديال المقدوس، او لا المقدوس هو واحد داك النيجيل الصغير كيعمروه بالكركاع والثومه والهريسه. الثومه كنبغيها عاوتاني كندكها، راه ديجا بارطاجيت معكم لا غوسيت ديال لافوكا. المهم كنبغيو بعض المرات الثومه نهرسوها ماشي نطحنوها في هذاك البريس ديال الثومه. دونك فوالا هاد الثاني، دابا ولاو عندي ثلاثه. هنا خديت واحد لي زاسييت ديال الفطور، ديجا حليت هذا. دونك هذا فيه كلهم كيجيو بيضين بحال قلتي البورسلين، وهذا بوغ الزعتر والزيت. هنا عندهم واحد لا تراديسيون في الفطور، كيحطوا زيت الزيتون زيت العود، وكيحطوا الزعتر. الزعتر هو الزعتر العادي اللي كنعرفوه او ماروك منشف، غير كيخلطوه مع السمسم جنجلان. بس انا نجيبو لكم تشوفوا، ها هو هذا زعتر عادي ناشف. كاينين هنا العيالات اللي ما كاينش هذا، كتشريه من لي ماغازان ديال المكسرات والبن والتمور، مي كاينين دي فام دوك الكبارات التقليديات كيصيبوه في الدار. دونك سي جوست ان ميلونج ديال الزعتر هكذا، كيكون مهرمش بزاف يعني حكاه بيدك، والسمسم فكيغمسو دغيمة في الفطور في زيت العود، وكيطفيوها في الزعتر وكياكلو. دونك فوالا كيجي هكذا بهاد الايد، بهاد البواني هذا منين كتهزيه، باسكو حيت ديما هادشي كيتحط عندهم في الفطور. فانا كنت ديما كنلقى راسي جابده ستات لي زاسييت، كتحطي الجبنه، كتحطي زيت الزيتون، كتحطي الزعتر، كتحطي اللبني، كتحطي الجبنه، وكيشد داكشي مثلا اللبن والجبده ضروري خصك تجمعيها ترجعيها للثلاجه. مي بحال هاد لي شوز ماشي مشكل يبقاو يعني في لي زاسييت ديالهم، غير يكون الغطاء ديالهم. دونك فوالا هذا مكتوب فيه الزعتر، تحطيه هنا وتغطيه الى شاط، وهذا بوغ زيت الزيتون حتى هو وتغطيه. دونك هذا بوغ الزعتر وزيت الزيتون. الصحن الثاني اللي خديت، بون هذا الباكاجين ديال هاد الصحن، هذا ديالو راه ديجا حليتو غسلتو، بغيت نستعملو لو ميم باكاجين. هذا سي بوغ الجبنه، هذيك الجبنه اللي كتكون عندهم مالحه، فكنبيتها ضروري تبيتيها ليله مرقده باش كطير من هذيك الملوحه. بعض المرات كتجي يعني نوتر سامبل، بعض المرات كتجي معمره بالقزحه، كيقولوا لها هنا القزحه اولا اللي هي الحبه السوداء السانوج. وهذا الزيتون، مثلا الزيتون ضروري كيتحط في الفطور، داك الزيتون الاخضر، ما بحال عندنا حنا في المغرب كتحطي الزيتون، ف الا شاطشي شويه كتحطيه. هذا تقدري تدخليه حتى للثلاجه يعني با تسوسي،
دونك الزيتون والجبنه. ودونك بيان سور كاين عندي لوبسيسيون ديال البخور، دونك انا جابتو شي حاجه سميتها العود والبخور وال بون هاد الانسنس. فدونك عندي خديت عندي مبخرات ديال العود الشكل الاماراتي، مي زدت هادو اللي هما بورسلين بحال قلتي، ماشي زاج مي بورسلين، كيجي الشكل ديالها بحال هكذا. خديت هادي في الاحمر هنا، كيجي الغطاء هكذا متيقب الا تيبان، شو تقيبات و هي كومسا بحال هكذا. هذا تتحطيه فوق منها، تتحطي عليه فيه داك الفاخره ديك ديال الشيشه ديك اللي كيكون الشكل ديالها دائري، وكطفي فوق منه تلوحي فوق منه البخور اللي عندك، اي بخور عندك، وتتغطيه وتتخليها تطلق الريحه. دونك هذه خديتها للصالون، خديت نسمة هذه بدينارون، كل وحده بدينارون. خديت اون دوزيام، الغطا ديالها بحال يعني لا ميم شوز، مي اللون كيكون غير لون البورسلين اللي مبدل. هذه خديتها في لو بلو، بغيت نحطها في غرفه الضيوف. دونك هذه لا ميم شوز، كتجي بحال هكذا فين يبقى يطيح البخور، يطيح هذاك الفاخر الى تحرق، وكتحطي هنايا الفاخره كما قلت لكم بالشكل ديالها دائري من هذيك ديال الشيشه. فوالا اون دوزيام اوبسيسيون اللي هما لي ماغ. انا هاد لي ماغ تنبقى نجمعهم عندي في الدار، اشكال انواع دي ديزاين مختلفين، دي موتيف مختلفين. هذا راه ماشي ماغ، هذا راه خابيه. بون هذا خديته كبير، مي هو صراحه واخا تشوفوه بحال هكذا الفم ديالو كبير، هو خيد العرض ما خيدش الطول، الارتفاع بلوتو. دونك فوالا فيه هاد عرفتش هاد الموتيف هذا بحال موزايك شويه تيم اندلسي ماروكان. دونك هذا بدينار. دونك خديت خديت ان سيت ديال معلقات ديال الخشب، ان سيت فيه 6، هادو بدينار ونص. هادو قلت انا صراحه جدوها الخشب لو بوا اون جينيرال يكون عندي لا في الاتات لا في الماعن، عشان كاينين ميم حتى كاينين دي سالادي دي شوبيير ديال العود، ماشي العود العادي، مي عود كيكون ديال اليمونتير اللي تقدري تاكلو فيه، اللي تقدري مثلا تخلطي فيه سلطه، غتعصري فوق سلطه زيت الزيتون الحامض، يعني ما غيخشش لك داك الخشب ولا يتثقب. مي بون بغيف جادور انا هكذا الخشب اون جينيرال يكون عندي في الدار. فهادو قلت ان شاء الله ولدي ملي غيبدا شويه يدير 3 ولا ملي يبدا يعني ميتريزي الشده ديال الايد ديالو، نبدا نعطيه اوليو يبقى ياكل بهذوك المعالق ديال البلاستيك، ياكل بهادو ديال الخشب. ميم كو هادوك اللي خديت له ديال البلاستيك راه خديتهم، خديت له السيت الاول ديال تومي تيبي اللي هما كيسونسيو لا شالور، وخديت له ان دوزيام سيت من جوبونس من فارلين. دونك فوالا هادو قلت من بعد، وميم حتى انا نقدر ناكل بهم، مي هادو تاكلي بهم ان ديسير ولا مثلا كلاص ولا شي حاجه، حيت ما الحجم ديالهم ما كبيرش، يعني تاكلي به ماكله روز اولا سوب ولا شي حاجه. ميم حنا عندنا في المغرب هادوك دوك المغرفات عرفتوهم، هادوك المغرفات حتى هما زويونين، ان شاء الله الا هبطت المغرب غنجيب منهم. دونك خديت له ان سيت فيه 6، وخديت هاد المعالق ديال القياس، هاد الكبيره الزرقاء كاس، وانتي غاده الكبيره الزرقاء كاس، الخضراء 4 كاس، لا بلوتو نص كاس، الموف تولوت كاس، صفراء 4 كاس، هاد لورانج 1 تيبل سبون يعني ملعقه حساء، والحمراء نصف ملعقه حساء يعني 0.5، وكيعطيوك حتى المليمتر. دونك فوالا خديت هادو، انا توسكي عبارات كان كيعجبني يكون عندي في الكوزينه، دونك خديت هاد لو سيت هذا. خديت خريعات، انا جادو الزاج وجو ديتيست شي حاجه اللي سميتها البلاستيك، دونك خديت هادي مثلا قلت ها هو جاي رمضان، كيشيط عندي بعض المرات كندير عصير ديال الباربا بخيزو الليمون، فكان كيشيط عندك بحساب داك كاس ونص، كنبغي نديرو في الثلاجه مي خصني شي قرعه اللي تكون بالغطا ديالها،
دونك فوالا خديت هادي فين هو الثمن ديال هادي اللي ما مكتوبش فيها. خديت هادي صغر منها شي شويه، هادي بدينار يعني هادي غتكون بدينار ونص ولا دينار و 75. وخديت هادي هادي قلت لشاطه الماكله لولدي بعض المرات، كانوا عندي هادوك اللي غير كيتغطاو بحال هكذا، وزدتو هادي هادي بدينار. دونك هادي بدينار و لا هادي بدينار، وهادي تكون بدينار ونص ولا بدينار وربع ولا 75. هادي بدينار، هادي شكلها دائري، هادو جايين بحال القراعي. دونك فوالا خديت كيقولوا لهم هنا مرتبان. خديت هاد الطحانه ما عرفتش شنو كيقولوا ليها، المهم هادي طحانه مي ماشي الكتريك، مانيوال. صراحه بغيت نجربها، واخا هي مانيوال قال لك راها تطحن اللحم يعني تصيرو كفته، مي انا صراحه خديتها غير بوغ البصله، بوغ بوغ الربيع، المعدنوس، هكذا القزبر، الكرافس، حتى الملوخيه. هنا الملوخيه صراحه كتعصب الا بقيتي تقطعيها بيدك وبهذيك ديال الحريره. دونك فخديت هادي قلت نجربها، وصراحه ما كانتش غاليه بزاف، دايره غير 3 دينار. عندي الالكتريك، غير هي الالكتريك عندي زاج ثقيله، عندي من كوركماز. دونك فوالا خديت هادي، وكما قلت لكم جاتني رخيصه فقلت غنجربها. كتجي في هذا البوكس بحال هكذا، دونك هذا هو الوعاء، راه كيهز تبارك الله، شتو كيفاش بلاستيك ماشي زاج. هذا الوعاء ديال هاد بحال هكذا، البلايدز كاينين عندك 3 الماس ولا 3 البلايدز، كتحشي بحال هكذا، كتغطيها بالغطا ديالها كتجي كوم سا، اي ابري كتركبي هذا في هاد لو ترو ديال البليت فوايي، وتبقاي تبركي بيدك بحال هكا وكتطحن كوم سا. فدونك ان شاء الله غادي نجربها ونشوف. يعني انا قلت صراحه بالنسبه للربيع ولا القزبر ولا المعدنوس او الكرافس يعني ماشي ما نظنش ما غطحنهمش. كي راكم عارفين هنايا في لو مويان اوريون كيستعملوا الرز بزاف، يعني هو يعني برينسيبال عندهم في كاع لي غوبا ديالهم. دونك خديت صفايه اخرى ديال عيونها شويه ضيقين وواسعه، باسكو عندي هذاك ديال لينوكس شويه صغير، وبعد مرات في الطبخه ديالهم كتحتاجي تصفي بزاف د الحوايج، تبغي تصفي اللحم ولا الماء ديال اللحم ولا الدجاج، فقلت الرز نخليه، وهذا حجمها كبير على داكشي اللي عندي انا. هذه خديتها بدينار يعني ماشي هاي، مصفات رز بلاستيك، هاي الشكل ديالها في الاحمر. خديت هادو بحال قلتو بروتيج ديال الحوايج ملي تبغي تصلحي، كما مبين هنا في الصوره. مثلا كنتي كتصلحي شي قفطان ديال الجوهره اولا شي شوميز بلونش اولا شي حاجه فلاسوا، يعني شي انتيشو اللي تتخافي منه يعني دغيا كيشد الحراره ولا تخافي يتحرق، اولا مثلا حتى هذا الحداده ديالك تكون تطلق مثلا داك الكالكير اولا شي غبره، فهذا كتحمي لو تيشو اولا داك لارتيكل دو فيتمون اللي كتصلحي فيه. خديت وحده فيها هاد التريم في الازرق وحده في لورانج، وبيان سور تخشيها في لا ماشين تصبنيها اولا تصبنيها غير بيدك. دونك غنجربها. ايرونين كلود كلودين ايرونين كلود ريكتيكل ستراكشر يوز تو ميك ذا ستيم ان امبيدد. دونك فوالا كل وحده بدينار، ما غاليينش كما قلت لكم كلشي العبارات. جو بريف كنبغيهم يكونوا عندي يعني مالتيبل بزاف في الكوزينه. دونك خديت هاد الكاس ديال العبار، هذا غنخليه سبيسيفيكمون للعجينه ملي نكون نعجن الخبز اولا البيتزا، المهم ملي نبغي نعجن شي حاجه ونبغي الماء نخليه فيها. هذا خديتو، هذا ما فيهش الثمن، هذا فيه الثمن. دونك هذا بدينار ونص يعني هذا غيكون بدينار اولا 85، وهذا كبير. دونك هذا شحال فيه؟ هذا فيه إيترو ونص، هذا إيترو، هذا كيهز 1 لتر 1 لتر،
هذا كيهز 2 لتر دونك حتى هما اون بلاستيك بلاستيك شفاف. خديت هادو ما عرفتش شنو كنقولوا لهم حنا في المغرب بحال الصفاي اللي كتبغي دوزي به مثلا بغيتي دوزي الزيت او لا شي سائل في شي قرعه وانتي عندك شي حاجه اللي مثلا كبيره تخفيها يعني منين باغا تخوي كبير وباغا تخوي في شي حاجه اللي الفم ديالها ضيق فكتحتاجي هادو. دونك خديت ان سيت فيه 3 كنت واخده واحد من ايكيا راه الا كنتو تعرفوهم كيجيو شويه صغيورين مي هذا صراحه بان شحال هذا الثمن ديالهم انا بقيت عاقله قيل هادو بدينارين فقلت هذا سيرتو انا خديته على ود هذا الكبير هذا الكبير بعد مرات كتبغي تصفي مثلا مطيشه كتبغي ديك المطيشه اللي كتبغي تحضريها هنا في الدار شي حاجه اللي تتكون هكذا كبيره فيها قطع كبار وكتبغي تعصري منها غير الماء ديالها فانا خديتها بريسيزامون على ود هذا الكبير دونك كيجي هذا الكبير كيجي الموين وكيجي الصغير فوايي كيجيو في 3 كولور كاين لو بلون وكاين الابيض وكاين البلو سيال انا في البلاستيك كنبغي الابيض مي ما لقيتش البيض ساله حتى البلو سيال ماشي زرق فونسي بلو سيال ساله فخديت هاد الغوز قلت قبل ما يسالي واخر حاجه خديتها خديت هاد تيرنر هادي كاتبين عليها هنايا ملعقه ستيل مربع مي ان تيرنر يعني اللي كتقلبي بها كنتي كتصيبي بانكيك اولا المسمن كتبغي تقلبي دونك فوالا هادي من لا مارك رينا سي اون مارك من جيرماني دونك بيان سور اينوكس ستيلس ستيل وهذا ما كان دونك هادو هما لي زاشا ما خديتش بزاف صراحه جو كونت انني باغ خديت واحد بلاتي كما قلت لكم جو كونت انني نمشي عاوتاني باغ ناخذ شي حويجات مدخلينهم لرمضان بحال هذاك الناب فيه واحد ديزاين ديال الهلال داكشي موتيف ديال رمضان باغا ناخذ هذاك الناب واحد الفوانيس مثلا تحطي فيه مشماس حنا كنشعلوا الشمع فكيعطي شويه منظر زويون الا كنتي حاطاه في داك الفانوس بحال فوانيس ديال ايكيا بالنسبه للناس اللي مقدين فوانيس ايكيا وهادو كنت خديتهم ماشي من تساهيل هادو خديت من واحد الماغازان في الغاردنز حدا البيرو ديال راجلي دونك هادو ستون مارك تركي من تركيا ماركة باشا باشي الا نطقتها مزيان دونك هادو خديتهم في الزاج وحده ان شاء الله غندير فيها سلو وحده غادي ندير فيها شباكيه كما تشوفوا الزاج ديالها شوفوا غير الغلاقه صراحه مدوبله بلاستيك ديالها روبوست وميم الزاج عتي ثقيله شوف الزاج ديالها شحال مدوبل وغتهز تبارك الله كل وحده كتهز جوج ايترو دونك هذه غادي ندير نخليها كما قلت لكم وحده لسلو وحده لشباكيه او اون اوتر ان اوتر ارتيكل كما قلت لكم اللي فيه شيلوله راه فيه شيلوله دونك عندي فناجيل القهوه مي هادو لقيتهم صراحه اون بروموسيو هادو خديتهم من كارفور داك النهار مشينا لكارفور نتقداو وبانوا لي اون برومو خديت كل سيت بسبعه كانوا كيديروا 14 يعني دايرين فيهم موان 50% وخديتهم كل كارطونه فيها 6 دونك كيجيو بيودين هي النيت هذه اللي حطيت فيها الكافي سورتو انا راجلي من ورا الفطور كيجيو عنده خوتو كيجيو دارهم ف كيجيو بحال هكذا بهذا الشكل وهذا ما كان ماشي غزامي دونك ماما كما قلت لكم ما تقديتش بزاف كنت انني غادي نرجع للتساهيل ولا جو بونس باسكو درت لكم تور في التساهيل غير باقا ما حطيتوش سور لا شين ان شاء الله غادي نمشي نتقدى من مخازن عابدين وندير فيه حتى هوايا ان تور ونحط لكم سور لا شين وهذا ما كان دونك ملي غناخذ لي زارتيكل الاخرين غادي نوريهم لكم وميرسي بوغ لو سويفي مي شير زامي اي Si il a comme yani la vidéo, laissez un petit commentaire ou je vous retrouve dans une nouvelle vidéo inshallah. À bientôt et merci. Au revoir.